طريقتك في الإمساك بأيدي شريكك تخبرك الكثير عن طبيعة علاقتك. هناك العديد من العلامات التي يمكن أن تخبرنا الكثير عن المحبين، ويعد تشابك الأيدي واحدة منهن، ويعود ذلك إلى أن لغة جسدك تعد الحديث اللاشعوري لجسمك، وتعمل تلك اللغة على الإفصاح عما يدور بداخلك. والسؤال هنا، ما هي الأسرار الأعمق والأكثر خفاء التي يمكن أن تكشف الكثير عن علاقتك؟ وها قد حان الوقت للتعرف على ذلك، ولكن قبل أن نكمل موضوعنا قم بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات حتى لا يفوتك شيء. رقم 9، ملامسة راحة اليد وجذبها إلى أسفل. تعد هذه الطريقة في احتضان الأيدي شائعة جدا فيما بين العشاق في كل أنحاء العالم، ولديها معنى عميق أيضا، فيمتلك العاشقان اللذان يقومان باحتضان أيديهما بهذه الطريقة علاقة ورابطة غاية في القوة، تلك العلاقة التي تستند على إعجاب فطري حقيقي، وربما تعد رغبتكما في كونكما أكثر العاشقين شغفا ليست الأمر الذي يراودكما حقا، ولكن لديكما العديد من الأشياء المشتركة، ويقدر كل منكما قيمة الآخر. وإليك الآن حقيقة ممتعة، ألا وهي أن أيا من العاشقين يقوم بشد يد شريكه أو شريكته إلى أسفل أو إلى الخلف، إذا دل ذلك على شيء فسيكون أن هذا الشخص يمتلك شخصية قوية، ودائما ما يمتلك روح المبادرة عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات هامة، وهذا لا يعني بالضرورة تفوق أحدكما على الآخر، فأنتما متساويان في تلك العلاقة. رقم 8، تشابك الأصابع. والآن إذا ما كان احتضان الأيدي وجذبها إلى أسفل يعد أمرا شائعا، فإن تشابك الأصابع ينبغي أن يكون الطريقة الأكثر شيوعا في الإمساك بالأيدي على الإطلاق. فأخبرنا حقا، كم مرة ترى المحبين وهم يقومون بإمساك بأيدي كل منهما الآخر بهذه الطريقة كل يوم؟ هذه الإشارات إن دلت على شيء فإنها تدل على وجود الشغف والاتصال القوي بين شخصين. فإذا كنت أنت وشريكتك لا تمانعان الالتقاء في منتصف الطريق، ستكونان على ما يرام. وتعد تلك الطريقة في الإمساك بالأيدي طريقة هامة لإظهار أن كلاكما يتشبث بيد الآخر بحزم وإحكام. وإذا كانت يد شريكك مسترخية جدا في راحتيك، لا يعد ذلك أمرا أو إشارة جيدة، لأن هذا يعني أن هناك شيء ما يعوق علاقتكما. وإذا شعرت أن الأمر كذلك حقا فقد تناقش مع شريكك. وفي نهاية المطاف، يعد التواصل اللائق أمرا جوهريا لنجاح أي علاقة واستمرارها. رقم 7، الاحتضان عن طريق الكتف. وإليك الآن بديلا رائعا لتشابك الأصابع، وهذه الطريقة تجعلك على مقربة من حبيبك أو حبيبتك أكثر من أي طريقة أخرى تتضمنها قائمتنا، فلا توجد مسافة بينكما أو أي شيء يفرق بينكما أيضا، وهذا ما يعكس قوة علاقتكما وحبكما. ويفتخر الشخص الذي يقوم بلف ذراعه حول كتف شريكه أو شريكته كثيرا بتلك العلاقة، فالاحتضان عن طريق الكتف بصفة رئيسية يعني أنكما تستمتعان حقا بوقتكما، وأن علاقتكما قوية، وأن كل شخص منكما سيحاول فعل أي شيء لكي يحمي حبيبته من أي ضرر أو أذى قد يصيبها، وأنتما دون أدنى شك الزوج الذي يتطلع إليه أي شخص في هذا العالم، لذا لا تجعل هذا التواصل المميز يتلاشى. 6، تشابك الأيدي عن طريق التشبث بإصبع واحد. وهذه الإشارة المحببة بشكل لا يصدق واللطيفة حقا، تعني أنك وشريكتك تقدران استقلال كل منكما، وهذا أمر رائع، فأنتما شخصان قويان حقا وناجحان، ويحترم كل منكما الحرية الشخصية للآخر وخصوصيته، ولكن ربما تعمل على خلق اتحاد وترابط قوي في نفس الوقت. ويبقى على الرغم من ذلك أنه إذا كنت تقوم بالتشبث بأيدي حبيبتك على نحو مختلف من قبل، وعلى حين غفلة تحولت إلى التشبث بإصبع واحد، يمكن لذلك الأمر أن يشير إلى أنك في خضم لحظات حساسة وفاصلة في علاقتك، وربما يشعر أحدكما أنه في حاجة إلى العودة إلى كونك مجرد صديق فقط، وربما عليك الحديث عن مسار علاقتكما وما ينبغي عليكما إصلاحه. 5،
الشد والضغط على الأيدي الأخرى بقوة. إذا ما لاحظت أنك أو شريكك يقوم باستخدام قوته والتشبث بك باليد الأخرى، فلهذا الأمر إشارتان، إشارة جيدة وأخرى ناقوس خطر. فمن الجانب السلبي يمكن لذلك الأمر أن يشير إلى أن ذلك الشخص محب للامتلاك بصورة مبالغ فيها، ويرغب في إلقاء الضوء على كونه موجودا دائما ومتحكم فيه، ويمكن أن يكون إشارة إلى أن الأمور قد أصبحت جادة فيما بينكما. فالمعاناة من تلك الأيام التي تشوبها الحماقات والشكوك، تلك التي تتملك أي علاقة في بدايتها، فأنت سعيد حقا مع ذلك الشخص، ويعد ذلك الشعور شعورا متبادلا يشعر به شريكك، وكل ما عليك فعله هو محاولة إبقاء ذلك اللهيب مشتعل. رابعا، جذب الرسغ. ويمكن للوهلة الأولى أن يبدو هذا الأمر على أنه هوس أو عدوانية، ويشير أن تحكم الشريك في شريكه في العلاقة، ونحن على دراية بأن الانطباعات الأولى يمكن أن تضلك في بعض الأحيان وبشدة، وهذه هي الحالة هنا. فإذا كنت أنت وحبيبتك تحبان أن يشد كل منكما الآخر بلطف أو التشبث بالرسغ من الخلف، فإن هذا يعني أنكما تستمتعان بكل ثانية تقضونها سوياً، فأنتما لستما عاشقان فحسب بل صديقان أيضا، ويخبر كل منكما كل شيء، ويستحيل عليكما أن تشعرا بالملل أثناء تواجدكما معا. وبخلاف كونك متيما فأنت ترغب حقا في قضاء وقت أطول مع شريكتك، لذلك علينا أن نقول أن ما تفعله هذا يعمل على إنجاح علاقتك، لذلك فقط استمر في تتبع تلك الطريقة. ثالثا، تشابك الأذرع. ويعد التشابك بالأذرع تصرفا أنثويا، ويا له من تصرف راقي، وربما لهذا السبب ترى العديد من المحبين يتشبث كل منهما الآخر في الاحتفالات الجماعية. ولكن إذا ما كنت أنت وحبيبتك تفعلان ذلك كل يوم، فإن هذا يعني أن الشخص الذي يتشبث بذراع الشخص الآخر يبحث عن الحماية أو يشعر قليلا بعدم الأمان في تلك العلاقة، وهذا أمر طبيعي إذا ما كنت قد بدأت المواعدة منذ وقت قريب. ولكن إذا ما بقيت علاقتك راسخة لوقت طويل، فربما يعد ذلك إشارة على وجود شيء ما يزعج حبيبتك، وهذا ليس بالضرورة أن يكون ذلك الشيء المزعج هو أنت، فربما تعاني حبيبتك من مشاكل وعقبات خاصة، تلك التي تحاول جاهدة التغلب عليها، وعليك فقط أن تتأكد من أن الشخص المميز الذي تشاركه العلاقة يعلم جيدا أنك تحبه، ويمكنه أن يعتمد على دعمك له في أي وقت. ثانيا، تشابك الأصابع مع الضغط بخفة على اليد. هذه الإشارة تعني أن شريكك ليس على نفس الوتيرة العاطفية والعقلية التي تمتلكها. ولكي أكون أكثر تحديدا، فإن أي من الشخصين والذي يقوم بجذب يدك إليه ربما يرغب في إجبار شريكه على اتخاذ قرارات أسرع مما اعتاد عليه، وربما تكون علامة على إصابة هذا الشخص بالملل من روتين تلك العلاقة، وكلاهما تفسيران رائعان. فإذا ما شعرت بوجود تلك الحقيقة ورأيت العلامات الأخرى في علاقتك والتي يمكن لها تأكيد تلك العلاقة، لا تخف من البدء في حديث صريح وصادق وأمين مع شريكك. وللمرة الثانية أقول أن الاتصال هو مفتاح العلاقات، وإذا ما أردت نجاح علاقتك يجب عليك أن تكون قادرا على مناقشة كل شيء، فربما يمكن لذلك الأمر أن ينقذ علاقتك وأن يساعدك على فهم شريكك بصورة أفضل. أولاً، دون لمس الأيدي. إذا كان شريكك يحاول دائماً أن يتجنب لمس يدك، فربما تكون تلك هي الإشارة التي تعني أنه غير مهتم بك. وعلى الجانب الآخر، يمكن لذلك الأمر أن يكون بكل بساطة خجل أو رغبة في الحصول على الخصوصية ومزيداً من الاستقلال. فكل شخص منا مميز ولديه الأشياء المختلفة التي يفضلها، وربما تكون حبيبتك أو حبيبك ليسوا من الأشخاص الذين يفضلون ملامسة الأيدي. فقط لا تقم باتخاذ قرارات سريعة بناء على تلك الفكرة، وقم بمراقبة العلامات الأخرى المتواجدة في علاقتك، وربما لا يوجد شيء يدعوك إلى القلق. وإذا ما كان ذلك الأمر يزعجك حقا ويطلق العنان للأفكار السيئة، فقط قم بإخبار شريكك عما يجتاحك من مشاعر، وقم بالتساؤل عما يدور حوله الأمر كله. وفي نهاية المطاف، من الأفضل دائما معرفة الحقيقة،
وها أنت الآن قد تعرفت على كافة الأسرار النفسية الخفية ومن خلال الطرق المختلفة للاتصال بالأيدي، ولك أن تحمل قدرا ولو كان ضئيلا من الشك ناحيتها بالطبع، فطريقة ملامسة المحب ليد حبيبته تعد جزءا صغيرا من الصورة الكاملة، لذلك فهي لا يمكنها التنبؤ باستمرار العلاقة أو فشلها، ولكنك لا تزال نقطة بداية جيدة. ولكن عليك دائما أن تبحث عن الحلول والمفاتيح إذا ما كانت تساورك الشكوك حول استثمار شريكك العاطفي في علاقتك. ومرة أخرى أخبرك بأن التحدث بكل صراحة وصدق وأمانة لن يخذلك أبدا. فهل أيا من هذه المواصفات يمكن لها أن تفسر طبيعة علاقتك؟ فقط أخبرنا في التعليقات، ولا تنسى أن تقوم بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. شكرا لكم.